إيه بس إذا تجاوزت هذا الخط فبتعتبر إنه من هي اللحظة ما عاد إلى أم ربتها كل لها. كانتا 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 استني كانتا خالتي أمي كانتا إذا أنت هلأ بتتجاوزي هذا الخط اللي رسمته أكيد أنا رح أنهي كل روابطي فيك. اليوم بدي أعرف إذا ربيت أولادي صح وإذا بيحترموني. إذا تجاوزت هذا الخط فبتعتبر إنه من هي اللحظة ما عاد إلى أم ربتها كل لها. شوريا لو سمحت لا تخلي حياتنا هيك صعبة رجاءً الغيها لفكرة مراسم الحنة. خلونا نروح امشوا. بترجاك روح من هون. لا سونال سونال مهك لازم تجي لهون لو شو ما صار. شوريا انت شو عم تعمل؟ لا تساوي اي شي بلا طعم اليوم على الاقل لا تزعج مهك اليوم ابنه. لا سونال انا ما عم اعمل هيك. خالتي كانتا هي اللي عم تزعجها. أنا بحبها كتير لمهك وبدي أعرف إذا هي كمان بتحبني ولا لا. فيا أما حبنا بيغلب هالكره كله اليوم يا أما رح تنجح خالتي كانتا بعرقلة هالحب. تعال خلينا نهرب بسرعة. ألو كيفك؟ بدي مساعدتك. ممكن تجي لهون؟ اليوم مراسم الحنة تبعنا بس للأسف خالتك كانتا عم تخلق هاي العرقيل بيناتنا. ما في مشكلة إذا ما بدك نعمل حنة على كفك مثل ما بدك. طيب بسيطة اليوم أنا رح أرسم اسمك أنتي على صدري وقدام الكل. إيه يا مهي هذا الزلمة مو طبيعي. شوريا عامل حادث يعني؟ مجروح كتير وما بعرف شو صار. مو طبيعي. أنا لو كنت مكانه ما بعرف. مزبوط هالحكي. شوريا الاسم برأيك وين اكتبه؟ شو بده يعمل هاد؟ اسمع خلص هون على صدري. شوريا في جروح كثير على صدرك. اذا عملته على صدرك رح تتفاقم جروحك. وضعك هلا مو منيح لتعمل هيك شيء. لو سمحت لا تعمل هيك شيء على صدرك رجاءا. فيكي انسى هالجرح اللي برا. انت بتعرف قديش عم بتوجع من جوا. لا تخاف علي ما رح يصير لي شيء ابدا. طيب ساوي اللي عمل لك عليه. يلا بدي اكتب اسم مهك هون على صدري. بلش لك شوريا. لو سمحت يا شوريا رجاء أخي لا تعملوا هيك. لحظة عمي لو سمحت اتصل بمهيك شارما لأنه شوريا جن على الآخر. حرارته مرتفعة وكمان عنده جروح ومع هيك بده يكتب الاسم. عمي إذا بترجاك اتصل بمهيك. مهيك أختي مهيك مهيك. لا تصرخ. ليش هيك؟ لأنه مهيك ما رح تجي.
مهيك. استني. لا. مهيك. رجعي لورا. رجعي. بعد. مهيك. شوري. انت اللي ربحت شوريا، انت اللي ربحت واخيرا تحققت.